زمالك سواء في اي لعبه ناشئين بتحظى بشعبيه واهتمام كبير جدا. تخيل بقى في كره القدم اللعبه الاولى والشعبيه الكبيره اللي عملها الاهلي والزمالك، شايف مباراه بكره ازاي؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بدايه المباريات اللي بتبقى دايما بين الاهلي والزمالك دايما بيبقى ليها متابعه جماهيريه وليها اهتمام جماهيري، وده اللي بيطفي عليها الرونق بتاعها. التنافس اللي بين الاهلي والزمالك دايما على مدار التاريخ تنافس جميل وشريف، اللي بيكسب مبروك، هارد لاك للي بيخسر. الماتشات دي دايما بيبقى ليها متابعه في العالم العربي وفي افريقيا وفي كل حته، حتى في العالم كله المصريين الموجودين في كل حته في العالم بيتابعوا المباريات اللي بالحجم ده. وبالتالي كان على مدى التاريخ دايما كان هناك سلوك رياضي ما بين الفرقتين، حتى الجماهير كانت بتبقى احيانا قاعدين جنب بعض، واحيانا كنت تبص تلاقي نادي الزمالك بيستعين بلاعبين من الاهلي يلعبوا في ماتشات دوليه مع الزمالك، وديه طبعا دوليه. والاهلي كذلك كان برضه نفس القصه، في ملعب النادي الاهلي بيبقى فيه دايما منتخب اهلي وزمالك بيلاعب فرق اجنبيه وكان الجمهورين بيبقوا موجودين مع بعض، وتلاقي رئيس النادي هنا او المدير الفني هنا مع المدير الفني هنا بيقعدوا يعملوا التشكيل. الغرض من المباريات ديت هو الاستمتاع. أيوة. انا النهارده اهلي وزمالك بنلعب، بعد ما بنلعب كل واحد بيسلم على بعض وخلاص، اليوم اللي جاي اللي بعديه على طول على طول كل واحد بيحاول ان هو يمشي في الخطوات بتاعته. انما هي مباراه اعتقد انها مباراه مدى اهميتها بمدى استمتاعها ومدى السلوك الرياضي ما بين اللعيبه وما بين الجهاز وما بين الجماهير. وطبعا اعتقد انها هتبقى احتفاليه قويه جدا وجميله جدا، ما نخرجش عن الاطار الرياضي اللي احنا دايما متعودين عليه. كابتن حشيش، كابتن عادل اتكلم في كلام مهم جدا. زمان بيقول مباريات الاهلي والزمالك كان بيبقى في منتخب اهلي وزمالك لما بنيجي نلاعب فرق اجنبيه، وكانت الروح والعلاقه الجمهورين بيقعدوا جنب بعض. شفنا مشهد وصوره جميله.